إخواني أخواتي أحبائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله. عودة جديدة مع الفروض للاستعداد للامتحانات بالتوفيق إن شاء الله. موضوع اليوم هو الفرض الأول في الدورة الثانية، مادة اللغة الفرنسية المستوى السادس. هنخليكم مع نموذج الامتحان من أجل التدريب وحظ موفق لجميع التلاميذ.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.